أمة الإسلام ليست أمة الشباب فقط، وليست أمة الصغار فقط، وليست أمة الكبار فقط، إنها ببساطة أمة جميع المسلمين. ولكي تكون عظيم في الإسلام يجب أن تحمل في قلبك قضية هامة تدافع عنها، وقصة البطل الليبي عمر المختار أكبر دليل على ذلك، فهو الملقب بشيخ الشهداء وشيخ المجاهدين وأسد الصحراء، كما هو قائد أدوار السنوسية في ليبيا وواحد من أبرز المقاومين العرب والمسلمين. والقصة تبدأ في صحراء ليبيا في خيمة أحد القبائل البدوية التي يرجع نسبها إلى قريش العدنانية، وهي قبيلة منفة الهلالية. قام رجل اسمه المختار بن عمر مع زوجته عائشة بنت محارب لكي يحجوا بيت الله الحرام، وأثناء الطريق لمكة توفي المختار بن عمر تاركا طفلا يسمى عمر تيمنا بسيدنا عمر بن الخطاب. نشأة عمر المختار: ولد المختار في عام 1862، وقيل البعض في عام 1858 في ليبيا بمنطقة زاوية جنزورة، وتربى في الصحراء البدوية على يد الشيخ حسين الغرياني الذي أدخله مدرسة القرآن في منطقة زاوية جنزورة، ثم التحق بمعهد الجغبوبي وهو في 16 من عمره، وبقى به 8 سنوات، وتعلم العديد من العلوم الشرعية كالفقه والحديث والتفسير، وكان أبرز الشيوخ الذي تعلم على أيديهم الشيخ الجواني وغيره من علماء العرب في ذلك الوقت. وأما صفاته الجسدية، كان عمر المختار يميل للطول ولم يكن نحيف أو ثمين، وكان كثيف اللحية متزنا في كلامه، وكان عمر المختار صاحب قلب موصول بالله تعالى، حيث كان المصحف لا يفارق يديه ويختم القرآن كل 7 أيام بعدما قال له الإمام محمد المهدي السنوسي: يا عمر وردك القرآن. الأعمال التي قام بها المختار: في عام 1897 قام محمد المهدي السنوسي بتعين عمر المختار شيخا في زاوية القصور بالجبل الأخضر، وقام عمر المختار بعمله على أكمل وجه، حيث علمهم أمور دينهم وفض النزاعات ووحد كلمتهم. وقد عاش عمر المختار لسنوات في السودان التي كان فيها حضور قوي للحركة السنوسية في ذلك الوقت، وكان نائبا عن المهدي السنوسي، حيث أقام المختار في قرو غربي السودان، ثم عينه المهدي شيخا لزاوية عين كله. وشارك المختار أيضا في القتال الذي نشب مع السنوسية والفرنسيين في المناطق الجنوبية في السودان، وعمل كداعية إسلامي أيضا. وعندما زحف الاستعمار الفرنسي لدولة تشاد، كان ذلك في نهاية القرن 19 وبداية 20، فقامت الحركة السنوسية بإرسال عمر المختار للجهاد في دولة تشاد، لأنه فارس شجاع وذكي، وظهر ذلك بوضوح في الدفاع عن أراضي المسلمين في دولة تشاد، وأعطى جنرالات فرنسا درسا في فنون القتال لبراعاته وتفوقه بها. وفي عام 1906 عاد المختار للجبل الأخضر بأمر من القيادة السنوسية، وأصبح معلم يعلم الأطفال كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. تحول المختار لمقاتل. في البداية لا بد من معرفة حال ليبيا قبل الإيطاليين، حيث كانت ليبيا في هذا الوقت كانت جزء من الدولة العثمانية. وفي 1911 كانت هناك حرب بين الدولة العثمانية وإيطاليا، حيث نزل الأسطول الإيطالي في ليبيا في يوم 29 سبتمبر 1911. زحفت أساطيل إيطاليا البحرية لاحتلال ليبيا
ليبيا وطلبت استسلام مدينة بني غازي وطرابلس، وبعد مواجهات اضطرت القوات العثمانية والمقاتلين الليبيون أن ينسحبوا، فتحول عمر المختار من التعليم للجهاد. وفي 1912 أعلنت إيطاليا مستعمرة ليبيا الإيطالية، وهنا بدأت سلسلة معارك، وهذه المرة أمام إيطاليا والمجاهدين الليبيون. وكان المختار منظم صفوف المجاهدين وشن غارات عديدة على الإيطاليين، وبدأوا يتساءلون عن الشيخ صاحب اللحية البيضاء الذي يباغت جنودهم وقادتهم، وبدأ اسم المختار ينتشر في أوروبا وخاصة الصحف الإيطالية. وتغيرت 4 حكومات في إيطاليا نتيجة الهزائم المتتالية، وتحول المختار إلى شبح يقف أمام طموح الاحتلال. وكان المختار وقته منقسم كالآتي من بين الجهاد وقيام الليل، وظل مستمر على ختم القرآن مرة كل أسبوع، وكان ينام 3 ساعات فقط، وقطع طرق الإمدادات التي تأتي للجيش الإيطالي. وهذا وضع الجيش الإيطالي في حرج أمام شعبه وحكومته. وكانت معركة الرحبية نقطة فاصلة بعد انتصار المجاهدين على الإيطاليين عام 1927. من بعد هذه المعركة أصبحت إيطاليا لا تقبل أي هزيمة أخرى، وكان لا بد من إعادة اعتبارهم. فقام الزعيم الإيطالي موسوليني بإرسال القائد غيرتسياني، وقام بمذابح شنيعة واعتقالات عديدة، حيث سجن نصف سكان الشعب الليبي الحر ما يقرب من 80,000 شخص. وكان أول شيئا قام به غيرتسياني إنشاء أطول جدار سلك شائك على الحدود الليبية المصرية لقطع طريق الإمدادات التي بين المختار ومصر، كما كان يقومون بقتل الأطفال الصغار أو إرسالهم للفاتيكان لتنصيرهم. وهناك أيضا معركة درنة في مايو عام 1913 التي دامت 2 يوم، وانتهت بمقتل 70 جنديا إيطاليا وإصابة نحو 400 آخرين. ومعركة بوشمال عند عين مرة في أكتوبر عام 1913، فضلا عن معارك أم شخنب وشلظيمة والزويتينة في فبراير عام 1914، والتي كان يتنقل خلالها المختار بين جبهات القتال ويقود المعارك. نهاية المختار: ظلت الحرب بقيادة عمر المختار في شرق ليبيا لمدة 20 عاما، وحارب المختار الجيش الإيطالي من لما كان عمره 53 عاما لأكثر من 20 عاما. فعدد كبير من المعارك رغم تقدم سن عمر المختار ظل يجاهد، حتى وقع في كمين وأصيب فرسه، ثم وقع وكسرت يديه، ثم تم أسره. وعندما سأله غيرتسياني لماذا قمت بمحاربة الحكومة الفاشية، قال عمر المختار: من أجل نصرة الدين ورفعة الوطن، كما ذكرها غيرتسياني في كتابه. وقام غيرتسياني بتحويله إلى المحكمة، حيث تم تحويله إلى محاكمة صورية انتهت بإصدار حكم بإعدامه شنقا في عام 1931، وتم تنفيذ العقوبة على الرغم من أنه كان كبير السن ومريض، حيث بلغ 73 عاما وعانى من مرض الحمى. وأستشهد أسد الصحراء رحمه الله أمام شعب ليبيا الحر. وتوفي عمر المختار دون أن يرى استقلال بلاده كان الهدف من إعدامه، إضعاف الروح المعنوية للمقاومين الليبيون والقضاء على الحركات المناهضة للحكم الإيطالي. لكن النتيجة جاءت عكسية، فارتفعت حدة الثورات، وانتهى الأمر بطرد القوات الإيطالية من البلاد. اللهم أصلح حال دولة ليبيا وحال كافة بلادنا العربية.